الأرض من 4.6 مليار سنة ما كانتش زي دلوقتي خالص، لأ دي كانت مغطاة بغيوم غازية كثيفة جدا، وكانت سخنة مولعة، وكان حجمها أقل 10 مرات مما هي دلوقتي. ده غير إن كمان المجموعة الشمسية ما كانتش زي ما هي موجودة دلوقتي، برضو كانت زحمة جدا. لو خدنا أول 4 مدارات اللي هما بيدور فيهم عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، كان كل مدار من دول فيه عشرات الكواكب، كان لكل كوكب منهم الجاذبية بتاعته. فأنت متخيل مدار فيه عشرات الكواكب، كل كوكب ليه الجاذبية بتاعته، فكان كل مدار الكواكب اللي فيه بتخبط في بعض، ومن قوة وحرارة الاصطدام ده كانت الصخور بتدوب، وبتتجمع الجاذبيتين بتوع الكوكب في جاذبية واحدة بيتحولوا لكوكب واحد. يعني انت مثلا عندك كوكب عطارد، ده كان نتيجة اصطدام كوكب او كوكبين. عندك كوكب الزهرة، كوكب الزهرة ده تقريبا قد كوكب الارض في الحجم، ده برضو مكون من 8 اصطدامات للكواكب في بعض. عندك المريخ بيقال ان هو نجا من الاصطدامات. عندك بقى كوكب الارض اتكون عن طريق 10 اصطدامات في بعض، بس اخر اصطدام للارض هو اللي اثر علينا جامد، وكل ما حصل اصطدام للكوكب كل ما نما كل ما حجمه بقى اكبر. طب ايه بقى علاقة كل اللي انا بقوله ده بان احنا المرة اللي فاتت قلنا الحلقة دي هنتكلم على الحديد؟ انا المرة اللي فاتت قلت ان الحديد جه الارض عن طريق النيازك. طيب ايه بقى قصة حياة الارض والمجموعة الشمسية والكواكب وانها بتكبر بالحديد؟ الحديد بيحتاج درجة حرارة عالية جدا عشان يتكون، درجة الحرارة دي بتوصل لمئات الملايين من الدرجات. وانت عندك النجم اللي هو الشمس بتاعنا اللي بيدفي المجموعة الشمسية، درجة حرارة سطحه 6000 درجة سليزية، والمركز بتاعه 15 مليون درجة سليزية. معنى كده ان درجة حرارة الشمس غير كافية لتكوين الحديد. ما يتكون فين الحديد؟ يتكون في نجم اكبر بكتير من الشمس. ده نجم درجة حرارته بتبقى عالية جدا جدا جدا، نجم ده اسمه نوفا او سوبر نوفا. بس الحديد فيه لما بيوصل لنسبة معينة النجم ما بيقدرش يستحمل الكمية فبينفجر. لما النجم ده بينفجر ايه اللي بيحصل؟ بتدي بقى حتة الحديد نتيجة الانفجار تمشي في الفضاء وتخبط في كل الكواكب اللي هي عايزة تخبط فيها. الحديد لما اتكسر ما اتكسرش كله بنفس الحجم، انت مش عندك حاجة ايديال، يعني الحتت الصغيرة ابتدت انها تخبط في سطح كوكب الارض، بقى كده عندنا حديد على السطح. بس كان في حتة كبيرة جدا من السوبر نوفا او النوفا ده خبطت في الارض. لما خبطت في الارض ما استقرتش على السطح زي الباقي، لا دي دخلت جوه المركز بتاع الارض. ما استقرتش بس، لا دي ابتدت انها تشد حواليها المعادن كلها، والحطام الاخف بتاعها فضل يدور حوالين كوكب الارض زي زحل كده دلوقتي. ابتدى الحطام ده ان هو يصطدم ببعض وينمو اكبر واكبر لحد ما كوني القمر بتاعي. معنى كده ان كل الحديد الموجود في المجموعه الشمسيه جاي لنا من بره، جاي لنا من الفضاء الخارجي. وده بيفسر لك ليه ان في حديد موجود في مركز الارض. بس على فكره مركز الارض مش حديد وبس، لا ده حديد ونيكل و1% ذهب. ال1% ذهب ده العلماء فسروه ان كان كوكب الارض مغطى تماما بالذهب، فلما حصل الاصطدام بتاع كتله الحديد الكبيره خدت معاها دهب من على السطح وهي داخله جوه. اه ده اللي بيفسر ال1% الموجود. لولا الحديد اللي داخل الارض في الاصطدام الاخير كان في حاجات كتير قوي مش هتبقى موجوده. من غير حديد ما كانش هيبقى عندك السوبر نوفا او النوفا اللي هينفجر اصلا، مش هيبقى عندك مجال مغناطيسي بيحمي الارض، الماجنتيك شيلد او السوبر باور بتاعه الارض، عملنا عنها حلقه لو عايز تروح تتفرج عليها هتلاقيها في الحلقات. ما كانش هيبقى عندك اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي بتاع الارض، ما كانش هيبقى عندك هيدروسفير، يعني لو انت بصيت كده على دوره حياه الميه والكلام ده ما كانتش هتبقى موجوده. ما كانش هيبقى فيه تدفئه على الارض، ما كانش هيبقى عندك الاوزون اللي هو O3. وغير كل ده ما كانش هيبقى فيه في جسم الانسان معدن يعمل الهيموجلوبين. مش لما بتدوخ وبتاع يقول لك خد حديد؟ طب ليه؟ عشان يعلي الهيموجلوبين في الدم، عشان لو حد عنده انيميا. من غير حديد مش هيبقى فيه بقى كل ده، هيبقى عندك انيميا عادي. يعني انت دلوقتي عرفت ليه مركز الارض فيه حديد، ليه سطح الارض فيه حديد، ازاي الحديد اصلا جالنا المجموعه الشمسيه بتاعتنا. بس يا سيدي كده الحلقه خلصت، متنساش تعمل سبسكرايب تتفرج الحلقات اللي فاتت تشوف الحلقات الجايه. عندك اي كومنت قول لنا في الكومنتات، ولو عندك اي اسئله موجوده في دماغك مش لاقي حد يرد لك عليها سؤال في الكومنتات برضو احنا هنعمل في حلقه، ممكن تبعتها لنا في ميل او ممكن تبعتها لنا في مسج. بس كده خلاص، شكرا.